يعني أنا ما عنديش مانع إن في الزيارات بتاعتي نخصص يوم بعد الظهرية ولكن يوم الأحد مثلا. يعني مثلا بجتمع مع الخدام الظهرية عادة زي دلوقتي، فممكن مثلا نعمل اجتماع لكل سنوي مثلا من الساعة 5 مثلا للساعة 6 أو 6:30، وبعد مثلا مع الجامعة من 6:30 ل 8، وبعد ممكن يعني يوم الأحد أخذ مقابلات بعد كده للي عايز يقابلني. يعني ممكن يبقى حاجة ثابتة من الزيارة الجاية لو ده يناسب يعني المواعيد بتاعتكم، إن يعني يبقى يوم الأحد القداس وبعد كده يبقى في اجتماع خدام الدورية زي دلوقتي، وبعدها بشوية اجتماع شباب ثانوي، ويبقى الكل ناشف. يعني مثلا لو أنا في كيس الملاك كل الشباب يجوا هنا، لو أنا في كنيسة العطر كل الشباب يجوا هنا، يبقى اجتماع ثانوي ولاد وبنات وبعدها اجتماع جامعة ولاد. ممكن أعملها بالطريقة دي. فيش مانع. طيب تفضل يا سيدي. مين الليل ويغسل فيك يا رب 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 ي